سلام البنات، نهاركم مبروك. كيف دايرين؟ نتمنى تكون احوالكم طيبه ويلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في اتم الصحه والعافيه. غادي نشارك معكم هاد البسطيله ديال الدجاج الحلوه، اكيد اللي كلشي تعرفها و 100% مغربيه، المهم باسهل طرق للمبتدئات بغيت نشاركها معكم. وما غاديش نطول عليكم الفيديو، غادي نقول لكم الطريقه وطريقتي والمقادير في نفس الوقت. هنايا الدجاج من بعد ما حيدته الوزره سلقته وغادي نقليه. بغيت غير نشارك معكم طريقتي، يعني ما بغيتش نطول عليكم فيديو بالمقادير، غادي نبارطاجي معكم المقادير في نفس الوقت. المهم هنايا الدجاج البنات، بالنسبه للدجاج الطياب ديالو راه تنديروا ليه العطريه ديالتنا عادي كامله، يعني فقط الا التحميره والكمون هي اللي ما غاديش نديروها بطبيعه الحال. شويه ثومه، البصله، هنايا عندي قياس ديال الكيلو ديال البصله، اربعه الحبات كبار. شفتوا هنا من بعد ما طاب راه حيد الدجاج، شفتوا المريقه اللي بقات عندي هكا، تنخليو ديك البصله تذوب ومازال تنزيد نشفها اكثر باش غادي نديروا هاد الدغميره ديال البصله. هنا الربيع من بعد ما قطعتو، البيض بطبيعه الحال باش غادي نجمعوا ديك الحشوه ديال البصله عندنا. هنا البنات بالنسبه قياس ديال الدجاجه، انا درت دجاجه ونصف، يعني دجاجه وستر، درت معاهم تقريبا حتى 8 او 10 الحبات ديال البيض. وهنايا عندي معدنوس وقزبر مقطع، هنايا غادي نسم بهاد زهره البرتقال، تتعطي واحد النسمه زوينه البنات، او لا بغيتو تستغناو عليها ماشي ضروري، المهم هي تتكون القرفه ومذاق الحلاوه يكونوا حاضرين. اللي تبغي يزيد دوك المنسمات ديال المسكه الحره، الزعفران، حتى هي تتعطي مذاق زوين، ما زهر كله وكيفاش يبغيها، تكون مركزه في داك النسمه ديالها هي احسن حاجه، تكون يعني خفيفه ما تتقهمش، يعني ديك المزهر بكثره وديك المسكه حره يعني تتخليها تتقهم. هنايا من بعد ما خليت هذيك المرقه ديال البصله نشفات البنات مزيان، خليوها حتى تقال، تتبقى تبان لكم غير ديك الصوص ثقيله. صافي تنبدا نزيد في البيض هنا تدريجيا وتنحرك في نفس الوقت، تنحرك هنايا كيف ما قلت لكم، راه عندي القياس هنا، عندي سبحان الله كاين هاد البيض اللي تلقاي فيه جوج محوحه ديال البيض، يعني بحال احتاجيت 12 حبه ديال البيض. بالنسبه للقياس ديال الدجاجه ونصف، اللي بغى يقلل الكميه تقلل حتى من هاد الكميه ديال هاد العقده وصافي. هذه هي الطريقه اللي تندير معكم، يعني سهله سهله بزاف للمبتدئات. تنبقى نحرك وغادي نخليه البيض حتى يطيب مزيان البنات. هنا تنحرك، ما نحركوش بالزربه يعني هكا باش تيجي بحال تيطلق الماء ديالو، تنحرك باش غير شويه ما تيجيش يتفرسس بزاف باش ما تيطلقش الماء ديالو، تنخليه يطيب مزيان مزيان وتينشف. هانتوما غتشوفوا معايا من بعد مني غينشف. هنا راه زدت هاد المعدنوس وقزبر مقطع حتى لاخر حاجه باش تبقى ديك النسمه ديالو وتحيد هذيك الزفوره ديال البيض وصافي. بالنسبه للتوابل هنا ما زدت حتى حاجه، تندوقوا لخص مليحه، راه حنا تنزيدو، غادي نزيد فقط السكر والسنيده والقرفه باش غادي نزيدو نعسلوها وتتعطي ديك المذاق ديال الحلاوه. وفي هذه المرحله اللي بغى يزيد شويه المسكه الحره، هنا غادي نزيد فيها ديك النسمه ديال السكر الزهر اللي زهره البرتقال، يعني اللي بغى يضيفها تجي حتى هي تعطي واحد النسمه زوينه في هاد العقده هذه. صافي غنخليها البنات تنشف مزيان، شفتوا يعني دابا راه باقي فيها هذاك شويه الماء. وهنا من بعد ما نشفت خليتها تقريبا شي ثلث ساعه على نار اللي تتكون مجهده ماشي نار مهيله باش تنشف، وشفتوا معايا يعني ما بقاتش فيها حتى قطره الماء. تنخليها تنشف وفي نفس الوقت البيض ياخذ حقه في الطياب. هنايا راه تنضيف دوك عوات القرفه في الاول ملي تنبغي نطيب الدجاج، ومن بعد راه حنا تنقيو هذيك العقده ديالتنا. هنا البنات هاد اللوز انا درتو دابا يتقلى، من الاحسن تقليوه في الزيت بارد باش يتحمر على خاطرو يتكرمل. هنايا صافي طحنتو وجدت المكونات كامله، الدجاج نقيته من الجلده من دوك العروقه، يعني تتوجدي كلشي على جنب. هنا هاد العقده تنديروها بحال هكا في صفار،
أو شبيكة باش تزيد تخرج لينا دوك السوائل كاملة. البنات تتبقى ناشفة، من الأحسن تتوجدوها على تيسع، يعني ماشي مباشرة تعمروا الورقة ديالكم، خلوها حتى تسقطر مزيان، ما تتبقى فيها حتى قطرة ديال الزيت ولا قطرة ديال الماء. الورقة ديالتنا بطبيعة الحال تكون طرية، يعني باش ما تهرش لكم البسطيلة ديالكم. وصافي هنايا غادي هاد المكونات كامله غادي نزيد فيهم شويه السنيده، شويه القرفه، او كاين اللي تيبغي يدير العسل، حتى العسل حتى هو راه زوين تتجي مع الكا. نكتفي غندير غير السنيده وغادي نبدا نمونطي في البسطيله. اكيد هنا تندهن غير بالزيت، يعني الزيت تبقى احسن حاجه صراحه باش تجي مقرمشه، الا لا كانت عندكم شي زبده لنوعيه زوينه. يعني الا ما كانتش شي نوعيه زوينه راه تجي الورقه ديالكم معجنه، حيت تكون فيها واحد النسبه ديال الماء. غير الا كانت شي نوعيه زوينه ديال الزبده راه تذوبوها وتدهنوا بها البسطيله ديالكم. صافي هنايا راه درت الحشوه الاولى ديال البصله والبيض، زدت عليهم كيف ما قلت لكم القرفه والسكر سنيده، تبقى على حساب الذوق ديال واحد واش يبغيها طخو سيكري ولا غير شويه. هنايا زدت الطريفات ديال الدجاج ومزت عليهم القرفه، وهاد حليتهم شويه بطبيعه الحال بالسنيده. ولا بقى عندكم يعني ديك العصاره ديال ديك العقده تيخرج منها واحد الزيت، تنعاودو نخويو فوق الدجاج حتى تيجي زوين. كاين اللي تيدير طريفات ديال الزبده من الوسط، ولكن هذيك تتجي شويه تتقهم. صافي وتبقى اللوز اخر حاجه، من الاحسن يكون مهرمش هكا غليظ، ما تيكونش نيل بزاف باش تبقى ديك القرمشه ديالو وسط، بحال الطريقه كيف ما درت ليه الان. وكاين اللي هنا تيسيباري بالورقه، يعني تيدير كل حشوه ويسيباري بالورقه وعاد تيدير الحشوه الثانيه. انا لهنا تندير كل شيء في خطره. صافي راه تجي هنا عامره، يعني قياس يعني تجي طالعه يعني عامره بهذا القياس ديال الدجاجه ونصف. هنا ترش واحد الرشه ديال السنيده، تمني تطيب يعني بحال تيتكراميليزا، تيعطي واحد تيجي في واحد اللون زوين وتتعلق اكثر. هنا في هذه المرحله راه كاين اللي تيدير الطريفات ديال الزبده هكا من الوسط، ولكن انا ما درتوش، يعني تنفضل كيف ما قلت لكم تكون خفيفه وما تقهمش. تبقى اللوز هنا اخر حاجه، سمحوا لي على التصوير، ما كنت دايره لا سيبورا لا والو، تتصور غير بيدي، يعني ايد تتصور وايد خدامه. المهم غير بغيت نشارك معكم طريقتي اللي ساهله للمبتدئات بدون تعقيدات. شفتوا كيفاش نخلي اللوز البنات يعني مهرمش بهذه الطريقه، تيكون غليظ، يعني تعجبني انا تكون شي حاجه كروكي، يعني تتحسي به في وسط البسطيله، يعني ما تيجيش هكاك نيل. حتى هو تنضيف ليه هذه الرشه ديال السكر سنيده من الفوق. كاين اللي تيدهنوا تيحاول يدهنوا بداك الزيت ديال المرقال، انا تنخليه من الاحسن يبقى ناشف. وكاين اللي تيدير حتى العسل من الفوق، حتى العسل البنات تيجي زوين، فايت ليا جربته، حتى هو تيعطي واحد اللون زوين في البسطيله وتتعلق. ايوا السنيده نديرو هكا جوج معالق ديال العسل من الفوق. صافي هنا شويه القرفه باش يجي مذاق ديال القرفه حاضر قوة، يعني هو احسن مذاق اللي تعجبني في هاد البسطيله، يعني يكون غالب اكثر من النكهات الاخرين ديال مزهر وداك الشيء، لا ما تعجبنيش كل المذاقات الاخرين. صافي هذاك اللي بقى ليا راه غادي نزين به البسطيله من الفوق كيف ما شفتوا معايا طريقه التزيين اللي درت. المهم بنات حاولوا انكم تلبسوها مزيان يعني وتتلمطوها من الجوانب. شفتوا السمك ديالك فاش يجي، هنا غطيتها حيت كان خصني غادي نطيبها حتى العشيه، احسن حاجه توجدوها قبل باش تجيكم ساهله. صافي تيبقى لكم غير تدخلوها الفران، تندهنوا اكيد غير بالزيت من الفوق، تندهنوها مزيان والورقه تتكون مدهونه مزيان باش تجي مقرمشه. وصافي هذا هو السمك ديالها. وهاد الورقه اللي تتبان لكم انها ما داخلاش مزيان من الجناب، هذه غير تنخليها سكو حيت الفران ديال الضو تيكون قريب، هذه تيكون قريب
باش ما لا تحمرت هذه بزاف تنحيدها وتنكمل تحمر الطبقه اللي كاينه، يعني تتكون راه ملمطاها مزيان وخليت هذه غير باش لا تحرقات نحيدها. صافي هذا هو الشكل النهائي، هذه هي طريقه التزيين اللي درتو نتوما وطريقه التزيين اللي بغيتو، نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجي الصراحه معلكه معلكه مزيان من الداخل. شفتوا السمك ديالها تيكون عامر، تنحاولوا نضغطوا الحشوة على الجوانب باش يبانوا لينا دوك الجوانب عامرين، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم. ما تنساوش لايك، ونخليكم فيديو جديد ان شاء الله، ودمتم في رعاية الله.